قال ما حكم التعامل مع الكفار ومساعدتهم في توصيل الكهرباء في الكنيسة ودعوته على الغداء وقبول هديته والشراء من حانوته أي دكانه مع وجود المسلم والدليل؟ أول حاجة التعامل والتعاون مع الكفار في الدين لا يجوز. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية بعد قال تفصيل، قال توصيل الكهرباء في الكنيسة. العلماء قالوا المسلمين في ظل دولتهم المسلمة، ده الحكم الشرعي، ما يجوز يسمح لليهود أو النصارى ينشئوا كنيسة أو معبد جديد يكونوا على القديم. ده واحد. اثنين، القديم ذاته العبادة بتاعتهم ما يظهروها برا المعبد بتاعه، سواء كانت كنيسة ولا غيرها، يعني ما يركبوا شنو مكرفون برا ولا يعملوا حاجة برا ولا يصروا أي شعار من شعائر دينهم برا، إنما يكون شنو داخل في ناسهم بس. طيب، وعلى المسلمين إنه يحموهم إذا كانوا يعني بيدفعوا لهم الجزية وكذا أو معاهدين معاهم وكذا. الدولة الإسلامية بتحمي اليهود والنصارى لأنه ذي اسمه أهل كتاب وإن كانوا كفار. طيب، قال نمرة اثنين دعوته، فما يجوز إنك توصل كهرباء في الكنيسة أو تبني، يقول لك تعال أنت مهندس أو بنا تمشي تبني، لأنه إنشاء شيء جديد ما بيجوز، خليهم على القديم، اللمبة طفت خليها تطفي صنع دايرنا وكذا كذا، خليها ماشية لورا ما تخليهم ماشيين شنو لقدام. أي نعم، ما يجوز تكسر لهم حاجات وما كذا ما كذا ما لم يخلوا العهود والعقود، ما يجوز، خليهم بس قبلهم. فما يجوز توصل كهرباء وتفعل هذه الأشياء وتبني لهم أو كذا. نمرة اثنين قال دعوته على غداء طعام، الذين أوتوا الكتاب حلوا لنا والعكس، وطعامنا حلال لهم. الطعام المقصود في الآية ابن عباس قال هو اللحم، الذبائح، قال لأنه أصلا الترمز والكبكبي والفجل وكذا ده ما أصلا حلال، كان ليك ولا ليهم، كان حقك ولا حقه. ال 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 الكلام وين؟ في المذبوح حلال. طيب يا مولانا، الجماعة دي المالكين يمكن ما بيسموا اسم الله لمن يذبح، صحيح ولا ما صحيح؟ أجاب علماؤنا بأن الله عز وجل لما حلل ذبائحهم طعامهم علم الله تبارك وتعالى أنهم قد يسموا وقد لا يسموا، لكن بعد قال لك بس حقهم ده شنو؟ حلال، حقهم ده حلال. وبعض العلماء ذهب فصل قال إذا سمعت شفته ده بيطبح وقال باسم يسوع أو الابن أو كذا وقام ضبح، سمعت وشفت عديل، قال ما تاكل، ده بعض العلماء. لكن اذا ما سمعت ما تسال، اها قلت يسمونه لما انضبحته اكل، لانه ربنا قال لك حلال بنص القران، بنص القران. طيب، على هذا طعامك حلال لهم وطعامهم شنو؟ حلال لهم، لكن بشرط انه ما يكون بيدعوك لطعامهم عشان يدعوك إلى دينهم. ما في قساوسة وفي ناس يعني مسلطين يقوم يناديك، عارفك بتحب الضلع يعمل لك ضلع، تجي يقوم يقول لك غالى يسوع يفتح الإنجيل. إذا زول زي ده ما تمشي له، لأنه أصلا أكلك لطعامه ما واجب وإنما مباح. يعني ربنا قال حل لكم، ما قال واجب عليكم لازم تاكلوا، لو ما أكلت تأسم، ممكن ما تمشي له حتى لو حلال. زي الآن زول مثلا ما بياكل الدكوة في الصلاة، ما بياكلها، هي حلال لكن ما بياكلها، مش على كيفه؟ خلاص كذلك أكلهم ده حلال لك لكن أنت ما قدرت تاكل، على كيفك. فلو كان بيدعوك إلى طعامهم عشان يدعوك إلى دينهم، أنت عالم المسألة دي، ويفكوا لك شبهات يشككوك في دينك، ما تمشي ما تاكل.
نعم. قبول الهدية، ده زول ده قبليك، قبول الهدية من الكافر عموما تجوز. الدليل، أحد يعرف الدليل؟ أيوة، المقوقس ملك مصر كافر، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار اسمه عفير، وهو الذي ردف عليه معاذا وقال له أتدري ما حق الله على العباد؟ دم الحمار ده ذاته، خلاص. فأهدى له، عشان كده حوض عبد الوهاب قال شنو؟ قال فيه قبول هدية الكافر. طيب، لكن هدية الكافر ما تكون يا جماعة مقابل دينك، برضو ده شرط. لأنه كعب بن مالك لما خلف عن غزوة تبوك قام لغسان الكافر رسل له رسالة، قال له بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك. نواسك ده يعني شنو؟ يعني ديو من الدنيا. كعب بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل، قال فيممت بها التنور طوالي في الدوقة بتاعت المرأة دخلتها. فالهدية إذا كان مقابل دينك ما تقبلها، سواء كان من كافر ولا غيره، سروري ما تقبل منه خالص. طيب، ولا واحد من أهل البدع ما تقبل منه، لأنه ديل عشان كده السلف قالوا آكل مع يهودي أو نصراني ولا آكل مع مبتدع. ليه؟ لأنه ذاك أبعد من أنه يضلك، وده أقرب من أنه يضلك. عشان كده ما شيل منه هدية ذات المبتدع، ما شيل منه هدية، شلت منه هدية أقل مفسدة، أقل من تحبه، ما حد بين باطله. يجي يقول والله الخروج على الحاكم جائز، تقول والله ورد عن بعض السلف، ما ورد والداك. طيب، الشراء من حانوته أو دكانه مع وجود المسلم بيجوز، إذا كان عنده الحاجة وانت داري تشتري منه، عنده حاجة سمح اشتري. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي، اشترى منه شعير لأهلي والقروش نقصت فأعطاه الدرع رهينة مقابل هذا المال الناقص. حكم لبس ملابس صنعها الكفار، الصحيح قالوا إيه؟ إذا كان هذا الزي من شعائر دينهم ما بيجوز تلبسه. زي شنو اللي بيلبسوه؟ القساوسة، اللبس العجيب ده، أي من شعائر دينهم، ده رمز لدينه، ما بيجوز تلبسه. أما إذا شيء ليس من شعائر دينهم ولم يكن زيا خاصا بهم ولو اخترعوه هم، حتى لو اخترعوهم أول من أسسهم، لكن الآن بقى لو زول لابسه ما بتظن إنه كافر، لأنه يلبس المسلم ويلبس الكافر فيجوز شنو؟ لباسه، زي ما أفتى العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جايك، النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردا نجرانيا، وأهل نجران آنذاك كانوا كفار نصارى، لبسوا غليظ الحاشية عليه الصلاة والسلام.